بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والأهلي ينتخب. أكيد بكرة هنشوف بعد إعلان النتيجة رئيس للنادي الأهلي. عشان كده كالعادة عندنا كلام كتير جدا جدا مع حضراتكم، خصوصا لما نتكلم على الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي هي واحدة من أرقى الجمعيات العمومية في مصر، مع احترامي للجميع. عارفين قيم ومبادئ النادي الأهلي وأخلاقيات النادي الأهلي وأخلاقيات جماهيره وأخلاقيات جمعيته العمومية بتخلي شكل الحلقة النهاردة مختلف. في ناس كتير حاولت تتكلم وفي ناس كتير حاولت تتدخل. شفنا على مدار شهر أنا سميته شهر الأكاذيب، بيحصل فيه أمور كتير جدا مش موجودة على أرض الواقع. بتلاقي زي ما اتكلمنا وعرضنا لحضراتكم اللي هي صالة التحرير الواحدة اللي كل يوم أخبار لا أساس لها من الصحة، والترتيبات اللي احنا كالعادة وعدنا حضراتكم اللي هنصارحكم بكل حاجة. كشفنا كل يوم اختلاق الأكاذيب. هنتكلم على كل ده بعد شوية، لكن اللي عايز أقول في البداية احنا عارفين اللي فيه انتخابات بكرة، والجماعة العمومية عندها وعي بشكل كبير جدا جدا جدا، وطول الوقت بتختار الأنسب لقيادة سفينة النادي الأهلي، ما عندناش شك في ده. لكن دوري اللي أنا واعي حضراتكم ودوري اللي انا اقول لحضراتكم اصحح بعض المعلومات الخاطئه النهارده. يعني على سبيل المثال كالعاده على مدار الشهر اللي فات تنام تصحى بخبر كاذب. النهارده في البعض على طول كاتب ان الانتخابات هتبقى في الجزيره وفي مدينه نصر. الكلام ده غير صحيح بالمره. الانتخابات من الساعه 9 صباحا حتى 7 مساء في النادي الاهلي فرع الجزيره. ففي البعض كاتب النهارده شفت كتير جدا ومش عارف ايه السبب اللي هم يكتبوا حاجه زي دي. الكلام ده وهنا بخاطب الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ما تمشوش ورا السوشيال ميديا خصوصا النهارده او بكره، ما تمشوش ورا بعض البرامج المغرضه المنتفعين اللي طول الوقت بنقول لحضراتكم عليهم. هنمشي كلنا ورا لوجو النادي الاهلي واللي الجمعيه العموميه هتختاره كالعاده كلنا وراه، وكالعاده كلنا مش هنقبل اي كلمه على اي حد يختاره الجمعيه العموميه. هو ده اللي اتعلمناه داخل النادي الاهلي. فمن هنا هقول لحضراتكم بعض المعلومات اللي الكل يركز معايا فيها وخصوصا الجمعيه العموميه. يبقى الانتخاب من 9 صباحا حتى 7 مساء في فرع النادي الاهلي في الجزيره فقط، في مقر الجزيره، ولا في مدينه نصر ولا في الشيخ زايد. ودايما احنا مش بنفرق، لكن مهم جدا نوضح الصورة دي من البداية. كمان في البعض ابتدى يوزع ورق غريب جدا، ولازم تعرفوا اي حد هيعمل غير اللي انا هقوله استمارته هتبقى بطلة بتاعت الانتخاب. فمن هنا لازم حضراتكم كلكم تسمعوا. في الرئيس حضرتك بتختار واحد فقط، في امين الصندوق حضرتك بتختار او حضرتك بتختاره واحد فقط، في الأعضاء بتختار 6، في تحت السن بتختار 3. اللي هيشطب على أي ورقة اللي هيستلمها اللي هي استمارة الاختيار مجلس الإدارة بالأعضاء بتحت السن أو أمين الصندوق، أي شطب على الورقة هيعتبر الصوت باطل. فمن هنا هرجع أكرر تاني، عند مربع رئيس النادي بتختار واحد فقط، عند أمين الصندوق بتختار واحد فقط، كمان عند الأعضاء بتختار 6 أعضاء، وكمان تحت السن بتختار 3. فمن هنا لازم حضراتكم تبقوا عارفين الكلام ده مهم جدا جدا جدا. كمان لو عايزين تعرفوا معلومات أكتر خلينا نروح للمدير التنفيذي للنادي الأهلي اللواء شيرين شمس، كان في مؤتمر بيشرح كل حاجة فيه. تعالوا نروح نشوفه ونرجع لحضراتكم. احنا بس هبتدي أول مقدمة كده. اللي تم في الفترة اللي فاتت حصل اجتماعين مع السادة المرشحين كلهم، شرحنا كل الاجراءات اللي هتتم، اللي هشرحها لحضرتكم دلوقتي. الاجتماع الاولاني النقطه المهمه اللي كانت فيه انه بعض الساده المرشحين طلبوا انه يكون كل واحد من المرشحين له 10 مناديب لحدود عمليه الفرز. طبعا عدد كبير لان في 35 مرشح في 10 350، غير ان هو عنده 2 الصبح تاني، غير الناس اللي قائمين على عمليه انتخابيه، فكان الموضوع هيبقى صعب جدا. لكن ما حبيتش اقف قدام الحته دي كتير على اساس ان انا احاول اريح كل الساده المرشحين في الانتخابات ان شاء الله. وتركت الموضوع لاعضاء النيابه الاداريه واتفقنا على بعض الاتفاقات، وكان
كان حتى من ضمنها ان كان في الصندوق اللي هيتم فيه وضع صوت الساده الاعضاء الجمعيه العموميه، اعترض عليه البعض برضه نزولا على طلبهم وغيرناه وعملنا اللي هم عايزينه، على الرغم ان انا في انتخابات نادي السيد والجزيره لقيت نفس الصناديق اللي احنا كنا جايبينها، لكن برضو عدينا النقطه دي عشان عايزين نبعد شويه عن اي حساسيات او مشاكل وما يبقاش في توجيه ان الاداره او الاداره التنفيذيه ليها اتجاه مع حد على حد. الاجتماع التاني اللي بعديه يعني كان في شده شويه، لكن النيابه بقى رفضت مبدا العشره وقررت ان هم هيكون كل مندوب كل مرشح له 5 مناديب اثناء عمليه الفرز واثنين اثناء عمليه التصويت. فبرضه ده وافقنا عليه رغم ان انا شايف العدد ما زال كبير، لكن وافقنا عليه. في نقطه ثانيه، كان احنا جالنا جواب في شهر 10 يوم 12 مدير الشباب والرياضه في القاهره اخترتنا ان هي مفاوضه من قبل اللجنه الاولمبيه للاشراف على انتخابات النادي الاهلي، ومطلوب مننا نحدد موعد للانتخابات. بعدها باسبوع جالنا جواب تاني برضه من مديريه الشباب في القاهره، وقالت انها برضه مشرفه على الانتخابات وعايزين نحدد الميعاد مع تلافي يومي 24 و25 وممكن يبقى الانتخابات 27 28 30. مجلس الاداره اجتمع وقرر انها تبقى 30 لانه عطلة رسمية. كان ممكن نعمله 27 28 بس لقينا ان ده هيبقى اثناء الاسبوع، المكان بيبقى زحمه وفي وسط الاسبوع زي ما حضراتكم عارفين بتبقى الدنيا مش يعني مروريا قدام النادي بيبقى الموضوع صعب قوي. فقلنا 30 وخلاص وابتدينا اجراءاتنا على كده. اتفاجئنا بخطاب اخر ان تحول الموضوع الى مديريه الشباب والرياضه في الجيزه ان هم اللي هيشرفوا على الانتخابات. طبعا كلكم عارفين بس عشان يبقى كلام واضح ان احنا عندنا مشكله مع اللجنه الاولمبيه بخصوص اللائحه، ده موضوع في التحكيم هيشوفه يعني. فبعتنا اللجنه الاولمبيه بناء على الماده 16 من اللائحه الاسترشاديه اللي اللجنه الاولمبيه هي اللي حطاها ان انا من حقي كنادي اهلي يبقى في اشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين. فبعتنا قلنا انه موظفين النادي الاهلي هم اللي هيعاونوا في عمليه تسجيل الاسماء وليس الاشراف على الانتخابات. اللجنه الاولمبيه ردت علينا بان هي موافقه على اجراءات النادي الاهلي. فخلاص كده يبقى موظفين النادي الاهلي هم اللي هيسجلوا برضه، بس بركز على حته تسجيل الاسماء، يعني هو ملوش تدخل في اي حاجه، حضرتك هتديله البطاقه العضويه هيسجل اسمك هتمضي وتاخد ورقه الترشيح من القاضي اللي موجود وتحط صوتك وتتحط في الصندوق. لما عملنا الاجتماع التاني كان في اعتراض شديد جدا على موضوع موظفين. طبعا انا شخصيا على المستوى الشخصي بثق تماما تماما في موظفين النادي الاهلي، والموضوع ده كان عمل اشكاليه كبيره جدا جوه الاجتماع. وصلنا في هذا البند بالذات قعدنا فيه 3 ساعات. الحقيقه انا برضه ما زال لغايه النهارده في مجلس اداره موجود، لانه في بعض الناس كانت بتسال هو مجلس الاداره ما سلمش النادي ليه؟ فانا بسال السؤال التالي، هو كل المجالس اللي فاتت سلمت النادي قبليها؟ لا، الناس كانت بتنظم اجتماعات لان كل ولاد النادي الاهلي محترمين ومحدش بيشتغل لحساب نفسه. فكان لازم ارجع تاني لرئيس مجلس الاداره في حته انا بوضحها، اللي بيقول او اللي قال ان ده لازم قرار المجلس، لا، في قرار من مجلس الاداره بيقول ان مجلس الاداره يفاوض رئيس مجلس الاداره في اتخاذ القرارات الهامه والعاجله. وبالتالي انا رجعت للمهندس محمود طاهر بصفته رئيس مجلس الاداره وقلت له انه في مشكله في موضوع الموظفين. فهو الحقيقه الراجل قال لي اعمل اي حاجه بحيث انك تريح الناس اللي قاعدين حتى لو ان احنا هنرجع لاي جهه اخرى. فكان في اقتراح انه النيابه الاداريه تشرف على كقضاه هيشرفوا على الصناديق. فاتفقنا معاهم ان هم حتى موظفينهم هيجيبوهم يشرفوا او هم اللي هيتولوا عمليه تسجيل الاعضاء. وهم وافقوا واحنا كمان وافقنا. بس في النقطه دي بالذات انا برضه بقول لموظفين النادي الاهلي انتوا ناس محترمين جدا وانا شخصيا بثق فيهم جدا، فعدم يعني ان احنا خدنا قرار ان انتوا هتقعدوا
تشترك في العملية ورجعنا تاني لغينا هذا القرار أو تلافيناه أو شلناكم منها، ده لرفع الحرج عنكم، بس احنا نثق فيكم تماما عشان موظفيني انا عرفت ان هم زعلانين جدا، وبالتالي انا حبيت برضو ان انا اوضح لهم كل الثقه من ناحيتي انا شخصيا كمدير ليهم. يعني اولا طبعا ما انا وضحت موضوع الاسلاك الشائكه او ده كل ده تامين لاعضاء النادي الاهلي، معرفش هو مين اللي زعلان ان انا اامن اعضائي، يعني انا مش فاهم مصلحه مين ان انا ما امن، انا لو اقدر امن بحاجه اكتر من كده هامن يعني. فاعتقد هذا الموضوع انا خلاص كلمت فيه ومش بسمع، انا امن اعضائي ومش مش مش هسمع بقى، لكن هسمع لو في اضافه، هسمع لو في حد هيفيد حاجه جديده، لا حاضر اسمع اي حد يعني، لكن هذا الموضوع لا خلاص ده موضوع وخلص يعني. حاجة كمان اللي مميزة ان حضرتك اديت تنبيهات على اللي هيفتعل مشاكل، يبقى فيه اجراءات عدم دخول الاطعمة، الامور دي كلها، الامور دي كلها عايزين نوضح للناس. حضرتك اتكلمت فيها ليه؟ لان دي بتصير بعض البلبلة، الناس هتقول لك شيرين بي مانع وشيرين بي عامل مشاكل كبيرة والادارة التنفيذية مانعة، عايزين نوضح للناس شيرين بي. يا فندم انا مش مانع حاجة، انا بحافظ برضو تاني، هو محافظة على الاعضاء ما يزعلش حد. يعني انا بقول اي حد، ما في الهدايا كلها موجودة. يعني انت زي ما عارف حضرتك في بيدخل اعلام بيدخل كذا اي دعاية عايز يعملها لنفسه، وبنشوفها في كل الانتخابات اللي فاتت. لكن انا يعني انا برضو في اليوم ده خلاص بعد ما انا في اجتماعين وفي ناس يعني كانت بتشير ان انا ناحيه حد على حد ولا بتاع، انا خلاص انا كمان زي ما هو متشكك، انا كمان متشكك في تصرف اي حد ممكن يضر النادي الاهلي. فانا مش فاهم ايه اللي ما يمنع، انا عندي كم منفذ جوه وجميع انواع مأكولات، انا ادخل ايه من بره؟ انا زودت كل حاجه في النادي، فخلاص انا مش شايف ان في حد محتاج، انه انا اسف يعني اعضاء النادي مش محتاجين مأكولات يعني من الخارج. وبين انا لو حصل اي حاله لا قدر الله جوه النادي انا اللي مسؤول، لا انا مش هبقى مسؤول عن ده. كمان الحاجه المهمه اللي عايزين نشير بيها كمان ان قناه الاهلي هي هتبقى اللي مصرح ليها الدخول ومصرح ليها الاذاعه، وكمان هيبقى في تعاون كبير معاها وبين القنوات كلها. عايزين نشرح الموضوع ده برضه لكل قناه تشرين بيه. قناه النادي الاهلي دي قناه النادي الاهلي، وبالتالي لابد ان يبقى لها اولويه في اي حاجه، ده وضع طبيعي جدا يعني. وقناة الاهلي هتتعاون بعد ما اتصلت بإدارة القناة، هتتعاون بانها تنقل لأي حد يطلب منها انها تنقله، بس هو من حقهم انهم ياخدوا حصري، ما هو الحصري دي موجودة في كل حتة يعني. يعني اشمعنى جيت عند القناة بتاعتي وان انا الناس هتعترض عليه؟ ده حقي او حق النادي يعني، مش حقي انا شخصيا يعني، وبالتالي لا ده حق قناة الاهلي علينا، فخلاص يعني هو هيبقى كده يعني. اخيرا رسالتك ايه لاعضاء الجمعيه العموميه غدا ان شاء الله؟ بيتمنى ظهور يوم مميز يليق باسم النادي الاهلي، ما يبقاش في اي مشاكل. شيرين بيه المدير التنفيذي، تحب تقول ايه؟ اعضاء النادي الاهلي يعني طول عمرهم ملتزمين، فانا ما عنديش شك في، لكن هي حاجه واحده بس، اختار الاصلح لمصلحتك. ده كان كلام مهم جدا من سيادة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، كلام مهم، كلام محترم. دايما النادي الاهلي علمنا على الانضباط والنظام واحترام الجمعية العمومية، فمن هنا لازم بكرة الانتخابات اللي كل واحد هيروح ينتخب لازم الكل يبقى عارف كمان اللي لازم يبقى معاه مع الكارنيه البطاقة، من غير كده مش هتعرف تنتخب. محتاجين نظام بعد الحالة اللي ساهم فيها الإعلام الغير مسؤول على الشحن المعنوي، على الشحن جميع الأطراف، إزاي الاستفادة من الطرف ده وإزاي الاستفادة من الطرف ده أكتر، وكان سباق على مدار شهر. فمن هنا لازم إحنا الأهلوية وخصوصا أعضاء الجمعية العمومية الكل يتحمل المسؤولية، الكل يبقى إيد واحدة عشان الأهلي خيره علينا كلنا، والأهلي الكبير العظيم لازم الجمعية العمومية بتاعته تمر مرور الكرام، وندي درس للجميع في الانضباط والالتزام والأخلاقيات والمبادئ اللي احنا اتعلمناها طول الوقت. في حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها بعض الإعلاميين شغال شحن 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 ويكلمونا عن حيادية. حلقة النهاردة مختلفة تماما عن كل حلقة. الحلقة النهاردة هنشرح لحضراتكم أمور كتير جدا جدا جدا، وبنوضح الصورة كالعادة عشان نبين لحضراتكم شهر الكذب اللي احنا عشنا فيه قد ايه تبقى الحاجة ظاهرة قدام عينيك ويحاول يغيب الصورة عن عقولنا. ناس كتير عملت ده، ناس كتير مستنية مصلحة، ناس كتير. وانا دايما بقول لحضراتكم الأمانة تقتضي اللي انا اقول لحضراتكم طول الوقت، الحقيقة فين وانتوا فكروا. فمن هنا هرجع
اقول اللي انا ابتديت بيه الحلقه مره تانية، نخلي بالنا الانتخاب من الساعه 9 صباحا حتى 7 مساء في مقر النادي بالجزيره. الانتخاب تختار حضراتكم الرئيس واحد وامين الصندوق واحد من الاسماء اللي موجوده وست اعضاء ونائب الرئيس ايضا واحد وثلاثه تحت السن. اي حد هيعمل شخبطه زي ما بنقول كده، هيحرك القلم بقى هنا ولا هناك، الصوت هيبقى باطل. فدي التعليمات لحضراتكم. وكمان اللي هينتخب مهم جدا مع الكارنيه بتاعك يبقى فيه البطاقه موجوده علشان تسهل العمليه، اللي كمان النادي الاهلي عامل تنظيمات جوه اكثر من رائعه. ليه قلت لحضراتكم النهارده حلقه مختلفه؟ الكذب مازال شغال، بتحصل بعض الامور وفي وقت كبير جدا. شرحت لحضراتكم السيناريو كان ماشي ازاي، الضرب من تحت الحزام كان شغال ازاي. قناه النادي الاهلي صدقوني التزمت بالحياديه، وقبل البرنامج بتاع الاهلي ينتخب الطرفين اتبعت للطرفين في مجموعه قطعت، مجموعه الكابتن محمود الخطيب، وفي مجموعه بتبقى موجوده لان دي قناتنا كلنا، مش قناه حد، مش قناه مجلس اداره. وقناه النادي الاهلي المنوط بيها اللي يبقى موجود على كرسي مجلس الاداره كلنا نبقى في ظهره ومعاه حتى اللحظه الاخيره اللي احنا قاعدين فيها. بكره المهندس محمود طاهر رئيسا للنادي الاهلي هنقف في ظهره وهنكمل في ظهره، لان دي السياسه اللي احنا اتعلمناها عشان قناه النادي الاهلي قناه فئويه. لو الكابتن محمود الخطيب هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي او رئيسا للنادي الاهلي هنقف في ظهره ونسنده في قراراته ونقف معاه ونقف جنبه، واي اسم موجود هنا ده دوره يعمل ده. الكلام ده حصل خروج عن النص كتير؟ اه طبعا حصل. ناس تقول لك قناه الاهلي مش حياديه، الكلام ده غير صاحب المر. اهداف الكابتن محمود الخطيب كان موجود، برنامج مباريات زمان كان بيجي اهداف الكابتن محمود الخطيب، وامور كتير جدا. في 100 سنه اهلي الفقره بتقعد 6 دقائق، الفقره الوحيده اللي قعدت اكتر من ربع ساعه كانت فقره الكابتن محمود الخطيب. كفانا اللي احنا نضحك بعقول الناس. وانا جمهور النادي الاهلي او جمهور البرنامج الكره والجماهير، النهارده الاهلي ينتخب جمهور مثقف، جمهور واعي، جمهور طول الوقت بنحاول نقول له فكر معانا. مش كل حد يقول لك حاجه تصدقها، ومش اي حد يكلمك في معلومه تجري. على سبيل المثال كلمت حضراتكم على مدار الشهرين اللي فاتوا وحكيت الحدوته الجميله الاسبوع اللي فات، لكن مش هكررها النهارده. ابتدينا من اللائحه الاسترشاديه اللي المفروض كلنا كأهلوية نقف ايد واحدة لان احنا كنا صح، لكن ده كانت ورقة الاستخدام اللي نضرب بيها من تحت الحزام. دخلنا بعد كده لقضية مسك اللي لسه لغاية النهاردة الناس بتفتحها، ودخلنا بعدها لقضية الشركة شركة الملابس، وبعد كده قلنا الاهلي هيتباع، وبعدها بيومين مش عارف مشاكل اللبس للنشاط الرياضي، وبعدها بثلاث ايام قناه النادي الاهلي مش حياديه ومقاطعه، وبعدها بيوم مش عارف المبادئ والقيم والاختراق، وبعدها بيومين. عايشين في مسلسل من الكذب غير طبيعي. لكن لما نيجي نتكلم على قيم ومبادئ النادي الاهلي الحقيقيه اللي البعض عايزنا نمشي بالقيم بتاعته هو، البعض، احنا مش بنعمل ده ومش مغيبين. وطول الوقت دور الاعلام يوعي اعضاء جمعيته العموميه اللي انا على يقين وثقه بكره هتبقى جمعيه عموميه مشرفه ومحدش هيقبل بالغلط سواء هنا او هنا، كلنا هنبقى ايد واحده وجمعيه العموميه تختار رئيسها وربنا يولي من يصلح. ده كلام العقل، ده كلام المنضبط، ده الكلام السليم، ده الكلام الناس اللي ملهاش مصلحه، ده الكلام اللي بيخافوا على الاهلي وبيحبوه، ده الكلام اللي علمهن كل الكبار بتوعنا اكيد ما عشرناش من 1907، لكن لنا تاريخ كبير ولنا تاريخ عظيم، تاريخ مشرف. احنا اخلاقنا غير وسلوكياتنا غير ونظامنا غير والتزامنا غير، عشان كده علينا احترام الجمعيه العموميه. وده ما حصلش، ده ما حصلش الثلاث سنين ونص اللي فاتوا، وحضراتكم واعيين لكل كلمة أنا بقولها، وأنا هنا مش متحيز، والطبيعي اللي احنا نتكلم على الأمور اللي موجودة عشان حضراتكم تبقوا ملمين بكل حاجة. أنا نجحت، مش أنا، مجلس الإدارة موجود، اترفع قضية تاني يوم. سنة غير حميدة مش موجودة داخل النادي الأهلي. بينفصل مجموعة محترمين ولاد النادي الأهلي بيكمل خمسة ويعملوا شغل محترم للنادي الأهلي. يتشكك في اللي عملوه، يتشكك في اللي عملوه،
ما هو هنا مين اللي بيشوف؟ ولا انا ولا حضراتكم اللي جزء منهم مش اعضاء اللي بيدخل النادي الاهلي. اللي بيدخل النادي الاهلي شاف تطورات وشاف شغل محترم وشاف بنى وشاف انشاءات وشاف مجلس كان موجود جاب بعديه مجلس تاني موجود بيكمل الشغل. عشان كده كلنا ايد واحدة. عشان كده كلنا ما ينفعش ده يقول انا مع انا اللي عملت كل حاجة ومش. وللأمانة هو مين اللي قال؟ اللي قال الإعلام الفاسد اللي بيتصيد الأخطاء، اللي بيقول لك النادي الأهلي الشغل حصل فيه من 2014. لا، الأهلي من 1907 ل 2017 الكل تعب، الكل اجتهد، الكل ساهم، لكن لما حد يجي يطور وحد يجي يعمل طفرة داخل النادي الأهلي وحد لما يجي يعمل شغل محترم نقول له شكرا. اتشكك في ميزانية، اتشكك في مباني، اتشكك في جهد مبذول، اتشكك مين يقبل بالظلم؟ وهو ده كان هدفي. اللي يتعب لازم تقول له شكرا، وانت مكمل للي قبل منك، ما عملتش لوحدك. اللي قبل منك مين؟ الكابتن حسن حمدي ومجلسه، واللي قبل الكابتن حسن مين؟ الكابتن صالح سليم، واللي قبليهم مين؟ سواء الكابتن عبد الصالح الوحش او الفريق مرتجي، وهكذا. هو ده النادي الاهلي، هم دول الكبار، واللي قبليهم واللي قبليهم واللي قبليهم. اما ابذل مجهود وابذل شغل واتعب وكل يوم هجوم هجوم 3 سنين ونص، احنا كبرنامج ضغطنا وتعبنا ونبين الحقيقه. وللاسف في البعض تعرض على سبيل المثال نجيب سويرس رجل الاعمال وهو موجود وبيقول انا مش جاي، انا محب للنادي الاهلي ولا هشتري ولا ابيع. تلاقي ناس تاني يوم يقول لك لا هيتباع. مش فاهم نقول ايه تاني. جبنا الشخص، اكيد الناس الكبيره او رجال الاعمال الكبار لما بيتكلموا كلمه بيكونوا قدها، والاعلام المنضبط لما بيقول كلمه بيكون قدها، وفي اشخاص اسوياء مش كله وحش. فبالتالي الراجل جه عرض اتكلم وقال لك وعرضنا اكتر من مره كلامه مش هشتري. تلاقي ناس لغايه النهارده بتردد يقولوا لك الاهلي هيتباع. طب انا المفروض اللي انا اصدق؟ المفروض يا اعضاء الجمعيه العموميه تصدقوا؟ المفروض يا جمهور الاهلي يا عظيم تصدق الكلام ده؟ فانا مبدعي كشخص ضد اي ظلم لاي مخلوق، والكل عندي سواسيه من اصغر عامل بوفيه داخل النادي الاهلي لغايه اكبر حد داخل النادي الاهلي وهو كرسي مجلس اداره النادي الاهلي. كرسي مجلس اداره النادي الاهلي لازم نحافظ عليه كلنا. البعض تجاوز والبعض قال الاهلي كرسي وشمسيه، لما دخلت الانتخابات ابتدينا نقول لا لازم الاعضاء نعمل لها كرسي محترم. طب ما كانش بيتقال قبل كده ليه؟ كنا بنهرب من الحقيقه ليه؟ في اعلام بيحط اسماء مرشحين نازلين في الانتخابات. ايوه موجود، طبعا موجود، دي شبهه، دي معناها ان اي مذيع بيبقى مسلوب الاراده، ما بيقدرش يقول الحقيقه، لانه ما يقدرش. الاعلان والنسب موجوده والكروش بتتملي كالعاده ومش مهم. ونيجي نخلق مدرسه جديده يقول لك الاعلام ما فيهوش حياديه. لا، الاعلام لازم يبقى حيادي. احنا هنا في الاهلي قناه فئويه، القناه الفئويه تتكلم عن النادي الاهلي وتمثل النادي الاهلي وتدافع من اصغر واحد زي ما قلت لغايه اكبر حد داخل النادي الاهلي، لان دي قناه النادي الاهلي. حصل في قناه النادي الاهلي غير كده؟ اتهم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو بيتربح. تخيلوا يا ناس، هو ده الاهلي؟ هي دي قيمه؟ هي دي مبادئه؟ وفي الاخر نتكلم على رموز، نتكلم على هيبه، نتكلم على اختراق، نتكلم على زملكه، نتكلم على امور كتير جدا غير مظبوطه بالمره. عارفين ليه؟ لان في علم الاداره وانت ماشي في الطريق بتاخد قرارات خاطئه، بس الجدعنه او الشطاره اللي انت تعدل منها بسرعه ده طبيعي جدا، وحصل مع كل اللي مسكوا النادي الاهلي. الاهلي مر بظروف كتير صعبه مع كل الاجيال، وعشان الاحلال والتجديد بتاخد وقت، بتاخد وقت صعب. اللي انت تجيب العناصر المتميزه ولازم يبقى عندك امكانيات ماليه محترمه عشان تقدر تقوي فريقك بسرعه، وده حصل مع النادي الاهلي في ال4 سنين الاخيره، وحصل مع الكابتن حسن حمدي، وحصل مع المايسترو صالح سليم. كلنا ايد واحده، كلنا ايد واحده، مفيش حاجه اسمها ده عمل لوحده. عجبني جمله قالها في الشيخ زايد خصوصا، انا عرضتها لكم كتير ومش هعرضها دلوقتي.
عجبني المهندس محمود طه لما قال الكابتن حسن حمدي جاب، الكابتن صالح سليم جاب الارض، والكابتن حسن حمدي حط حجر الاساس، وانا جاي افتتح النهارده. ده اللي اتقال، هي دي الحقيقه اللي حصلت اللي البعض مش عايز يسمعها. وفي ناس بتقاتل، وفي ناس عماله ماسكه ناس يا عيني فرماها ليل ونهار، ومشيطانين القصه. بيعملوا كده ليه؟ انا نفسي افهم، مش لاقي سؤال. انتوا عارفين اكتر مني يمكن، بيقاتلوا ليه؟ ايه هدفهم؟ ايه مصالحهم؟ يجي يقول لك المدرسه الجديده اللي ما يبقاش فيها حياديه، لما نقول لك انا مع فلان امشي مع فلان وانا مغمض، وفلان ايا كان اسمه مين ممنوع اللي هو يغلط. مفيش حد معصوم من الغلط، كلنا بنخطأ، ولازم لما نشوف الخطأ نقول حصل خطأ هنا. هي دي الحقيقة اللي البعض مش عايز يسمعها أو مش عايز يشوفها. وأنا أستغرب بيحصل أمور زي ما هعرض بعد شوية الكل عارفها والكل شافها، وتلاقي ناس تدافع وتتهم ناس، تدافع ملايين، تضحك على فلان، لعبوا بعقل فلان، لأ مش عارف إيه. ولما يحصل في الامور امور، لا احنا ما كنا ده الكلام ده مش مظبوط. انتوا فاهميني انا اقصد عايز اقول ايه، حضراتكم واعيين جدا جدا جدا، لكن هفضل لغايه اخر ثانيه مع الحق قصاد اي حد. الحق حق والعدل عدل، لان الاهلي اكبر من الجميع. الاهلي اللي عايشنا كويس كلنا وخلانا قيمه في المجتمع، الاهلي نعمه كبيره. لولا النادي الاهلي ولادنا اللي بيتعلموا في مدارس محترمه ما كناش هنقدر ماليا على ده، ما كناش ركبنا عربيات كويسه، ما كناش سكننا في اماكن محترمه، ما كناش زي ما قلت قيمتك في المجتمع حتى لما تعتزل. كابتن محمود الخطيب لما يمشي والناس وحب الناس ليه عامل ازاي، كابتن طاهر لما يمشي الناس عامله ازاي، كابتن مصطفى عبده، نجومنا كلهم، مش عايز انسى اسماء كل الناس. بنمشي عشان خاطر الاهلي خلانا كبار قوي في المجتمع، خلانا كبار قوي في المجتمع. فمن هنا لازم نحافظ عليه ونحافظ على قيمه الحقيقيه، ولما نظهر في الاعلام نظهر نعرف بنقول ايه كويس جدا، وهو ده اللي انا بقوله. لكن مش هبت النادي الاهلي ابدا، ولا قيمه ابدا، ولا مبادئه ابدا. اللي انا اظهر عشان نازل الانتخابات ما اقولش برنامجي وامسك ناس اموت فيها اقطعها، ولما دول الناس تستضيفهم مثلا تلاقيه محطوط كانه بيتحاسب، او كانه لازم كانه بيتحقق معاه. لا مش كده، مين يقبل بكده؟ واقسم بالله انا في بعض الحاجات بشوفها لو انا محطوط في الموقف ده بلاها انتخابات، والرد هيبقى كله ردع، لان انا صعب جدا ابذل مجهود واتعب وقاتل عشان ارفع اسم النادي الاهلي وفي الاخر حد يتهمني ليه يعني؟ ليه؟ كلنا واحد، كلنا اهلي، كلنا بنعشق النادي ده وكلنا بنحبه، والتطورات اللي حصلت كلها حصلت في عهد الكل. لكن في النهارده لما الناس عملت تطورات عايزين تقولوا لا، وده ظلم مش هنقبل بيه. عشان كده هوري حضراتكم حاجات بسيطه عشان تبقوا فاهمين الاعلام المغرض من الاعلام اللي بيخاف عليكم وبيحترمكم وعايز اسم الاهلي الاهم هو اللي يفضل عالي. هنبتدي في بعض الامور اللي هشرحها، واسمعوا الرد بتاعها، لان مهم جدا النهارده كل الاهلاويه واعضاء الجمعيه عموميه يبقوا مفتحين عينيهم ويسمعوا الكلام وتشوفوا بالصوت والصوره كل حاجه في حلقه النهارده. اتفضل.